يا كرامة، مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي. دي عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، اقرا لها ايتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة ايدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان احصنك. تعالي تعالي لما رقيك. لا إله إلا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. متر بدران هنا ومروقين عليه ومستقنيس على الاخر يا برنس. حاسس قاعد على البر هناك. كراماتك شكلها هتبان يا متر. دايما بتلبس في الوقت اللي مش مناسب يا ملك. مونيا. انا ميرام يا بص. ما ترديش، خليكي جنبي هنا، هحتاجك على انك مونيا. ده نص الكلام بس. النص التاني قدام النوح وفلوسه. ما انا قلت لك هتاخد اللي هتطلبه. لا ما عايزيش تنفع معايا العملة دي يا حبيبي. يقبجني هتلاقي نص الكلام اتشبك مع اخوه. ما يتخافش عليك يا متر. استبينا. بس انا عايزك تنور اخوك. بدل ما نوح يلعب معايا الدنيء او يديني كتف، الاقي نفسي بره الملعب. خليه يحس ان انا ليا دور مهم معاكم. بشرط. موني. لا مش ده. ها؟ تجيب لي منه اعلى سعر. حلو. حلو قوي. اشجيني. قول لي. افندينا ناوي على ايه في شهر العسل؟ It's a great blend. الخلطة هايلة بس الأصل من عندكم. It's original belongs to you.
We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously, it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم. واضح ان التأثير ايجابي. اقصانا يا باية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement. And I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it, افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده جميع الحضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما الهندي إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل. لازم أخلطه كده وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need, أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور. نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة. على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها أسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها، مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيف على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا, opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمه برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعه وسيبوا لي انا المزاج. Very mazak. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطره دي مهره وعايزه خيال رفيع. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها ودان. معلش شفنا فوخي بفك صليبه بنت الايه يا جدع. انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير، ده عايز واد فاكر ومطقطق تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاع، انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طولتش بلد مره ايه على السكين. يا جدع انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. ده عيل كواركو ما يسدش. ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد؟ لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحاره زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف، انا مش شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليكي الثالثه ولا الرابعه. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي، وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل، وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم.
يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها يا هبله رمانه الرقاصه. انت نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن، وهي تبقى ورقه في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسه ونخلص من الجوز. استني ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتاكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا وليا. يا هبله ده حقك، بس خدي بالك دي علمه، يعني تربيه حواري، يعني بتلعب بالبيضه والحجر، وانت خايبه وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له قوم ايه احنا نوز العروسه، قوم ايه نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه، بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح، اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العيال بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا اي كنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيع والجو بديع مقفول على كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول لي انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبرني قلت خميس بطل برود، انا مجنونه وانا موت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستفزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول بس. يا خميس تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي هنا يا خميس. تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني ادم لما بيحب بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صوره علشان حبيبته. وجود مريم في حياه شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ اه طبعا كده. حاسك مش مقتنع. لا بالعكس، انا مقتنع جدا، لان ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها. تعرفي اول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت انها حساني جدا، كانت لاول مره تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للاسف الشديد ان كل حاجه حوالينا النهارده بتتسابق علشان تحبطك، واول وسيله عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش اساس، اي حاجه ضد الحب وخلاص. ياه فكرتيني يا دكتوره، انا كنت قربت انسى خلاص. صدقني يا حضره الضابط، بلاش حكايه ضابط دي. صدقني يا اسر بيه، يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في الاوضه الضلمه اللي احنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يوب قبل الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمة برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟
أنا مش مهم، لأن أنا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامة، مراتي خميس، أفندينا. أنتِ كرامة؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس أنا برضو مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ أصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطهرة دي، وقالوا لها يا أختي إن جوزها بيجي يقعد معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك داخلة عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب. الملاف السعد يا أختي، أنتِ هتضلي قاعدة ساكتة لي كده أهو، ما تقولي لها أنتِ عايزة تقولي إيه؟ ما تعملي حاجة إيه برد ده؟ انت لسه هتشاملي، اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خالي يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه متدبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك. اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4. اهلا بالصعيدي، اهلا بالصعيدي. أنا الصعيد بلدي أسيوط، اللي راضينا واللي عادينا يطق وماله بينا. بقولها أنا من هنا، اللي عادينا اللي راضينا اللي عادينا اللي راضينا اتق 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 اتق. يلا على المسمار. رمضان جلينا لا ودماغنا كمان تعبانا. رمضان جلينا لا دماغنا كمان. يا حلو طول نهارنا ابيض وبيتنا فل. يا حلو صفا يا حلو طول نهارنا ابيض نهارنا
السعيده. يا مرحب يا مرحب بالسعيده بالسعاده. أنا قلت حلاقيك في المطار، أرجع كمان البيت ملقاكش؟ بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجيلنا. بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل لبيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايزه اشوف الحاجه وحشتني. اصل انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطه جديده عاملها افندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع بوسنا. السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا. أستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، بياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب معلم أنت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده انا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، وبعرف ازاي أقدر الرجالة. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، أجمل حاجة في المتر بدران إنه مش مادي. ما تعدهم يا بدران. لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا أمو، وحشتيني. معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامه يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبيه. وحشني وحشني، وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجه في البيت ده، واي حاجه. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعة. Thank you.
زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ على حبيب القلب يا حبيبتي، اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لاصله. بقولك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. ما حالك ده يا بنتي اللي تعبني وقاهرني؟ انت مش شايفة شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى خطبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونة. أنا عايزة أفهم، أنت مستنية إيه تاني؟ باخد نفسي ياما، بلاش أخده كمان، مستنية شوية هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازة دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده أنت عودك لسه أخضر، ما شدش حل في الدنيا، عايزة تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه، وأدي الأوضة سايبها لك كمان. أنت يا بنت، أنا بتكلم معاكي يا بنت. أنت، أنت يا بنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شايفاني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش بتكلم بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو أنت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول إيه؟ عيب بقى، عيب كده؟ الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما أنت شايفه الشاب عامل إزاي؟ ده اتمقد بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها، روحي. تعالي يا بنت، تعالي. تعالي، عايزة في حاجة كده أكلمك كلمتين. اقعدي. اهدي. شوفي بقى يا بنتي، انا بصريح العباره بابا، انا مش حامل النصايح ولا انا قد مواعظ، امي مكفياني من كل ده بصراحه. كده امك خايفه عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه، مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد. حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي، امك عندها حق. وبعدين حكايه جوازه خميس دي، خلصنا من جوازه خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم، والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة، وقلبها مكسور. Thank you.
هي مالها عماله تقفل كده زي الدومنه؟ الكار ده يا علي ماهوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيره قوي، ليها ألف دراع ودراع، مدة في كل حته، وطايله بيه كل شبر في البلد. ولعبه السلم والتعبان اللي بين خميس والنوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم. واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم يا فندم، ما احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امن عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد محدش مهتم بيهم سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذة معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحدة يا فندم عايزة تقابل سيادتك بره. ما قالتلكش اسمها ايه الواحدة دي؟ مش عايزة تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت امرك يا باشا. يا باشا انا أول مرة أشوف معاليك بالعصبية دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفسي اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ أنا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. اهلا وسهلا. كنت عايزه حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وبقى ابعت حاجه ساعه مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. انا عادي عادي، انا جايه اقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازه دلوقتي؟ مغاوري بايديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الأحمر هي كمان يا باشا، يعني سعادتك فاهم يعني يا باشا ما عندهاش دم. تصدق يا باشا كل شويه طلبات طلبات طلبات. وبعدين يعني يا باشا حضرتك عارف البير وغطاه يعني يا باشا اكيد. حكايه مش حكايه فلوس يا مغاوري. ازيك انت ومراتك ممكن تقضوها بالموجود، وممكن كمان تناموا نص بطن وتبوسوا ايديكوا وش وظهر وتحمدوا ربنا وما تشيلوش هم بكره وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم. لا اللي انا متاكد منه يا مغاوري ان في حاجه انت مخبيها عليا، صح؟ يا الوليه دي قالت لك ايه يا باشا بالظبط؟ ايه وليه دي؟ اسمها مراتك يا بني ادم، مراتك. اولا مراتك ما قالتليش حاجه. مراتك عارفه انك عاملني كبيرك عشان كده كلمتنا اجي اشوفك. اثبت لي بقى ان انا كبيرك بجد. فضفض لي، افتح لي قلبك يا باشا. فضفض اقول ايه بس؟ انت لسه بتضرب المدعوق ده؟ المشكله يا باشا ان ايه؟ سعره غلي ولا شاحح في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا. امال ايه؟ اقول ايه بس يا باشا؟ اولا سيبك من حكايه باشا دي بقى. مغاوري انا بعاملك على انك اخويا. خد سيجاره. العفو يا باشا. امسك. تسلم ايدك يا باشا. ثانيا ما تخافش، مراتك خدت العيال راحت عند اختها. بيني وبينك كده احسن عشان اعرف اخد ودي معاك في الكلام. افتح لي قلبك بقى يا مغاوري، قول لي على كل حاجه ممكن اساعدك. عدت الحيله باشا وقرف الشغل لمؤاخذه يعني باشا. قسمه الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني مؤاخذة يعني يعمل الواجب يعني. بس حضرتك فاهم يعني يا باشا. واجب ايه؟ انت بتعمل واجب براني؟ يا باشا انا بعمل جواني عشان اعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجة ها؟ الأول يا باشا كنت باخد ربع الحباية ببقى حديد
دلوقتي باخد حباية اتنين تلاتة مفيش فايدة. ميح القليلة لما بتبصلي بحس انها بتحتقرني، بتجنن او مقايم طايح فيها هي والعيال. حباية واتنين وتلاتة وميح. ميح يا باشا عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا بتضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود، بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معاها، لا راضية تاكل ولا راضية تشرب. لا 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 لا، جديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصة الأكل دي. إن ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، أنت حامل في 4 أسابيع. حامل؟